سلامة، أنا أحلام طالبة بالمدرسة الوطنية العليا المهندسين بتونس لونسيت. نحب نوجه صوتي وصوت زملائي للناس المعنية بالأمر، رئيس الحكومة ولا وزير التعليم العالي، لو لنا حل مع الأساتذة اللي مضربين عن مناقشة مشاريع التخرج من أول العام الدراسي للتو لأسباب يقولوا مادية، مشاكل عالقة مع الوزارة ما صابوا لهمش فلوسهم ولا شنية الحكاية. نحبوكم تلقاولنا حل وتوصلنا صوتنا باش نعملوا لي سوتونس نتاعنا ونفرحوا والدينا. ديجا احنا اللي كل الوحيدة في تونس ما تخرجتش لتوا، علاش شنو ذنبنا احنا في امور احنا ما عندناش فيها دخل؟ القاو حل في بعضكم، وعلاش ديما ليتيديون هو اللي يدفع الثمن؟ القاو حل في بعضكم وعملونا لي سوتونس نتاعنا وخلينا نتخرجوا ونفرحوا كيف الناس.